بالعودة مشاهدينا إلى زيارة جلالة الملك للمقامات التي تضم أضرحة الصحابة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. ينضم إلينا السيد محمد الخلايلة وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية. أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما أهمية الزيارة الملكية والرعاية أيضا الهاشمية لمقامات الصحابة في الأردن والاهتمام بالإرث الإسلامي والديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا أختي الكريمة على هذا اللقاء. أهلا بك. كانت زيارة يعني قيمة وزيارة كريمة لسيد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني لمقامات الأنبياء، لمقامات الصحابة في الكرك، سيدنا جعفر بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عبد الله بن رواحة، وسيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه الزيارة دلت على شيء، فإنما تدل على الرعاية الهاشمية المستمرة يعني مقامات الأنبياء والصحابة في هذا البلد الطيب المبارك. أشير دائما إلى أن اللجنة الملكية لمقامات الأنبياء والصحابة التي تشرف على هذه المقامات في هذا البلد الطيب المبارك هي عبارة عن لجنة ملكية تحظى باستمرار على برعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. هناك دعم مستمر لهذه اللجنة، هناك مشاريع مستمرة لجميع المواقع الدينية التي تحظى أو التي تحتوي على مقامات الأنبياء أو الصحابة أو الشهداء. ما أبرزها سيد محمد، أبرز هذه المشاريع، أبرز الخطط والمشاريع لوزارة الأوقاف المستقبلية في إعادة تأهيل وتقديم ما تحتاجه هذه المقامات من خدمات لوجستية ورعاية خدمية؟ يعني إحنا نعرف أن مقام سيدنا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة بدأ بإعمار هاشمي عام 96، وافتتح في 14/11 عام 1999 في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. هناك مجموعة من المشاريع، هناك مشروع لتطوير مقام سيدنا عبد الرحمن بن عوف في صويرح، هناك أيضا عملية إعمار الآن مستمرة ورعاية وترميم لمقامات الصحابة في الكرك التي زارها سيدنا هذا اليوم، هناك أيضا تطوير لمشاريع عيون موسى عليه السلام، هناك مشروع الشجرة المباركة في الأزرق في منطقة الصفاوي التي استظل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني جزء من المشاريع التي تشرف عليها اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة، وإنما دل على أصالة هذا البلد وتاريخ هذا البلد وعراقة هذا البلد وأيضا قيادة هذا البلد التي تنتمي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القيادة الهاشمية التي وضعت نصب أعينها دائما رعاية هذه الأماكن التاريخية ورعاية هذه الأماكن الدينية. حقيقة مقامات الأنبياء في الكرك يعني مشروع كان كبير جدا، مفصل على مرحلتين، ويحتوي على متحف إسلامي، على قاعة ملكية، على مقامات الأنبياء، على حدائق، يعني مفصل كبير جدا. كل هذه الرعاية حقيقة تدل على وتوجت بالزيارة هذا اليوم، تدل نعم. على اهتمام ورعاية صاحب الجلالة بالمساجد نعم. والأماكن الدينية ومقامات الأنبياء والصحابة في هذا البلد. شكرا جزيلا لك وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف السيد محمد الخلايلة، شكرا جزيلا لك.